السلام عليكم. الله يمسيكم بكل خير جميعا. انا عند دوار السحيلي اللي هو بجوار تيرا مول وجوري مول اللي هي واجهة الطائف الجديدة، اعتقد من ارقى احياء الطائف، وهذا الدوار حقها. للاسف شوفوا العمل اللي قايمين به، واعتقد انه العمل هذا جديد صاير في الطائف، كسر الرخام اللي هو الحجر الابيض هذا والصبارات هذه اللي موزعة بشكل بصراحة جدا 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 بشع، ولا يعكس أي واجهة لواجهة الطائف ورؤية 2030 لمدينة الطائف اللي بصراحة اللي هي المصيف الأول في المملكة. نجيلة صناعية محطوطة برقع، شوفوا لاحظوا كيف فرق الألوان في النجيلة. نجيلة صناعية تنحط في دوار زي هذا يا جماعة الخير، والله شيء مؤسف. أتمنى الفيديو هذا يوصل للمسؤولين في أمانة الطائف، يعرفوا كيف يعني يوجهوا الشركات أو المؤسسات اللي بتعاملوا معها بالشيء الصح والشيء الجميل اللي يعكس فعلا واجهة الطائف الجميلة. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.